لو الحكاية فيها إن فيتو زملاء الأعزاء، أنا قبل ما أتكلم على الحرب اللي بتتعرض بيها مقابر المعلمين من خلال ثلاثة فقط لا غير مدعومين دعما كاملا من الإخوان، احنا هنقول لتوقيت حضراتكم احنا عملنا ايه. احنا هنصل طبعا للجمعية العمومية اللي حضرها 1570 وكانت بنسبة اكثر من 96%. وحضراتكم جميعا حضرتوا الجمعية العمومية وحضرها الدكتور وزير التربية والتعليم. يا اخوان احنا لما استلمنا النقابة من الاخوان كما ذكر زميلنا العزيز الاستاذ محمد عبد الله استلمناها يوم 26/6/2014. كان فيها كام؟ كان فيها 25 مليون. انت مطالب بعد أربع أيام بدفعة معاشات. دفعة المعاشات كانت في ذلك الوقت 86 مليون. يبقى عندك عجز كام؟ عندك عجز 61 مليون. لو تتذكروا حضراتكم وترجعوا شوية لورا، اللي احنا ادينا حضراتكم كان ايامها نظام الشيكات نظام منوع، ادينا حضراتكم فيديو